يبقى معنا فراس كرم مراسل أورينت نيوز من ريف حماة. أهلا بك فراس. إذن بالأمس شهدنا زيارة وفد تركي لبعض المناطق في ريف إدلب وأيضا في ريف حماة، وبالتالي هل نتحدث الآن عن نقاط مراقبة جديدة في ريف حماة، وأين في أي المناطق تحديدا؟ نعم أميرة، طبعا صباح يوم أمس كانت هناك جولة لوفد تركي يضم ضباط عسكريين أتراك وأيضا برفق ضباط عسكريين أو قادة عسكريين من الجيش الحر، قاموا بجولة استطلاعية على المنطقة في ريف حماة الشمالي وأيضا الشمال الشرقي، ومن هذه المناطق هي مدينة موريك ومحيط مدينة موريك وأيضا المواقع المحررة التي تخضع لسيطرة الثوار في ريف حماة الشمالي وأيضا مدينة كفر زيتا واللطامنة ومواقع أخرى مواجهة للمناطق التي تخضع لسيطرة النظام في شمال حماة. طبعا بعد ذلك أكملوا جولتهم في مناطق سهل الغاب بدءا من منطقة قلعة المضيق حتى مناطق الزيارة والقرقور ومنطقة تلواسط والقاهرة في أقصى الريف الغربي لمحافظة حماة في سهل الغاب. طبعا كنا قد التقينا مع الضابط التركي المسؤول في من ضمن هذا الوفد، وقال لنا أن الهدف من هذه الجولة هي جولة استطلاعية ليست بوارد تحديد نقاط مراقبة أو وقف إطلاق نار كما هو محدد من خلال الدول الراعية لهذا المشروع، وسيتبع هذه الجولة جولات أخرى أو زيارات أخرى لتحديد النقاط الرئيسية التي ستتمركز فيها قوات تركيا بهدف المراقبة أو إنشاء نقاط مراقبة في ريف حماة سواء الشمالي والغربي. طبعا أتت هذه الزيارة أو الجولة بعد جولة قام بها الوفد على منطقة الخزانات في خان شيخون ومنطقة السكيك الخاضعتين لسيطرة الفصائل المقاتلة. طبعا تزامن ذلك مع تحليق لطيران استطلاع تركي في أجواء ريف حماة وريف إدلب، وأيضا كان قد أعطى النظام أوامر لميليشياته المنتشرة في المناطق الخاضعة لسيطرته شمال حماة بعدم قصف المنطقة التي سيتجول فيها الوفد التركي في هذه المنطقة. طبعا أيضا التقينا مع قادة في الجيش الحر كانوا من ضمن هذا الوفد، أيضا أكدوا بدورهم أن هذه الجولة هي جولة استطلاعية لمعاينة المنطقة جغرافيا وعسكريا. شكرا جزيلا لك فراس كرم مراسلنا من ريف حماة.